قم بحل المعادلة التالية وأوجد القيم المستثناة. وعندما يتم التحدث عن إيجاد القيم المستثناة، فإننا نكون بحاجة لأن نفكر في ما هي القيم التي ستجعل أي جانبا من هذه المعادلة غير معرفا. وسبب قيامنا بهذا هو لأنه بما أننا نقوم بحل هذه المعادلة فربما نفقد أشياء في المقام، وبالتالي سنحصل على إجابة ما. لكن إذا كانت واحدة من تلك الأشياء التي تجعل من العبارة الأصلية على أي من جانبي المعادلة الأصلية غير معرفة، وبهذا يكون حل غير منطقي. إذن هذا هو ما تم التحدث عنه بالنسبة للقيم المستثناة. فما هي القيم التي علينا أن نستثنيها هنا؟ حسناً، 4 على b-1 تكون غير معرفة إذا كان b يساوي 1، لأنه إذا كان p يساوي 1 بالتالي سوف نقسم على 0 ويكون الناتج غير معرف. لذا نحن نعلم أن p لا يمكن أن يساوي 1، وهنا إذا كان p يساوي -3 بالتالي يصبح هذا المقام 0 وتكون غير معرفة. إذن P لا يمكن أن يساوي 1 أو -3، وبالتالي تكون هذه القيم المستثناة. والآن دعونا نحاول حلها، دعونا نحاول حل هذه المعادلة، وسوف أعيد كتابتها هنا. 4 على b-1 يساوي 5 على p-3. أول شيء يمكننا أن نفعله بشكل خاص، لأنه يمكننا أن نفترض الآن أن ولا أي واحدة من هذه العبارات تساوي صفر، هذا سيكون غير معرفا بما أننا استثنينا قيم بهذه. وحتى نتخلص من P ناقص واحد من المقام فيمكننا أن نضرب الجانب الأيسر ب ناقص واحد، لكن تذكروا أن هذه معادلة إذا أردتم إكمالها لتكون متساوية، أي شيء تفعله للجانب الأيسر سيكون عليكم أن تفعله للجانب الأيمن. لذا أضرب ب ناقص واحد. الآن أيضا أريد التخلص من P زائد 3 هذه من المقام هنا على الجانب الأيمن، وأفضل طريقة لفعل هذا هي أن نضرب الجانب الأيمن ب P زائد 3. لكن إذا فعلت هذا للجانب الأيمن فعلي أيضا أن أفعله للجانب الأيسر، ب زائد 3. وبهذا ما يحدث لدينا ب ناقص 1 في المقام و ب ناقص 1 في البسط، هؤلاء يتم حذفهما. إذن لدينا 1 في المقام، أو أنه لم يعد لدينا مقام، والجانب الأيسر يبسط إلى 4 ضرب ب زائد 3. أو إذا أردنا أن نوزع الأربعة، 4 ضرب b زائد 3، فهذا يساوي 4p زائد 12. وفي الجانب الأيمن لدينا هنا b زائد 3 تحذف مع b زائد 3، b زائد 3 على b زائد 3، وكل ما يتبقى لدينا هو 5 ضرب b ناقص 1. إذا قمنا بتوزيع الخمسة سنحصل على 5p ناقص 5. والآن أصبح لدينا معادلة خطية مباشرة لنقوم بحلها، وسوف نعزل البي على جانب واحد وثوابت على الجانب الآخر. لذا دعونا نطرح 5p من كلا الطرفين، سوف أبدل الألوان. لذا دعونا نطرح 5p من كلا الطرفين ونحصل في الجانب الأيسر على 4p ناقص 5p، أي ما يساوي -b زائد 12، يساوي هذه يتم حذفها يساوي -5. ومن ثم يمكننا أن نطرح 12 من كلا الطرفين، نطرح 12 من كلا الطرفين ونحصل على هذه يتم حذفها، نحصل على -b يساوي -5 ناقص 12 يساوي -17. وقد انتهينا تقريبا. يمكننا أن نضرب كلا الطرفين ب-1 أو نقسم كلا الطرفين على -1 بحسب ما ترغب، ونحصل على -1 ضرب -b. اسمحوا لي أن أنزل للأسفل قليلا لكي نحصل على بعض المساحة. وهذا يساوي موجب P ويساوي 17، P يساوي 17.
ودعونا نتحقق من نجاح هذا. إذا لم يكن هذا واحدا من القيم المستثناة، دعونا نتحقق من نجاحه. إذا كان لدينا P يساوي 17، سنحصل على 4 على 17 ناقص 1، يجب أن يساوي 5 على 17 زائد 3. إنني أعوض ب17 مكان P لأن هذا هو الحل، وهذا يعادل 4 على 16، يجب أن يساوي 5 على 20، أو أن 4 على 16 يكافئ ربع، وهذا يجب أن يساوي 5 على 20، أي ما يساوي ربع أيضا. إذا تم التحقق منهم جميعا، وهذه هي القيم المستثناة، ومن حسن حظنا أن هذا لم يكن واحدا منهم.